ببان تبع حكومة حمادي. خطاب كم يا بيخم الوالدة دي؟ بسم الله ما شاء الله ب 46,000. كم بأماني؟ لبن صابح. بأماني؟ 42,000. 42 لبن صباح؟ لبن صباح هات ب 42,000. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا. خالص يا حاج. ربنا يفتح حالكم يا خا، ناركم ابيض. بسم الله ما شاء الله. الجو عامل ايه النهارده؟ كم وكم يا غالي؟ حاج اشرف صباح الفل. صباح الفل، ناركم ابيض. الله يفتح حالكم. بسم الله ما شاء الله. إدارة سوق ببان يا جماعة، الحاج رضا أبو حلاوة والحاج أشرف ضحى، إدارة محترمة يا جماعة، بترحب بالتجار والفلاحين والجزارين من جميع المحافظات. تيجي سوق ببان، سوق مية مية ومطلعية مية مية. الله يبارك لهم ويصلح حالهم وحال الجميع يا رب، اللهم آمين. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. البيع والشراء شغال زي ما قال الحاج رضا، الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع يا رب، اللهم امين. اداره سوق ببان بتناشد التجار والفلاحين والجزارين، الله اكبر. الرجاله المبسوطه يا جماعه، الله يبارك لهم ويصلح حالهم وحال الجميع يا رب، اللهم امين. يا فخراني صباح الخير. بسم الله ما شاء الله. كام يا فيخم والله؟ ذكر ده بكام؟ مفيش ورا والله ما نعرف. اطلع بكام؟ ها؟ ب 20 ياما عليها يا فيخم. 19 ونص، ربنا يبارك لكم فيه. 19,000 ونص، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. صنعتهم ايه يا فيخم دول؟ لحم. الله اكبر. لحام يا جماعه هم. بسم الله ما شاء الله. انتوا منين يا فخم؟ كيل بارود بكام وكام وكام؟ طيب يا عم بشر. 56 و56 و54 و56 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 و56
10 0 10 1 8 1 8 5 2 5 0 6 7 ليش؟ المعلم احمد عمر. احمد عمر تيل بارود بحيره يا جماعه، اللي عايز بقر لحم الله يبارك له ويفتح حاله وحال الجميع. شاريين بكام يا فندم؟ يعني ينفع يا جدعان على المستوى على التلفزيون اقول لك 5 جنيه سوق؟ ما ده كارتة ديت ما بقاش حاجه. كام وكام التايتين دول يا فخي؟ بكام يا جد؟ يا جد؟ 25 دية وب 22 دية. الله أكبر. 25 و22، ربنا يبارك للناس كلها ويصلح حالي. صباح الخير يا فخي. الله يصلح حالكم، توصلوا بألف سلامة. يا عم ما صورتش. الجو عامل إيه يا فخي؟ صنعتهم ايه دول يا فخي؟ ها؟ لحم كم وكم في الاثنين الثلاثة دول؟ ها؟ سبعينات الثلاثة دبابات العود بقر اللحمة جماعة اللي خارج من السوق ببان كل حاجة موجودة. صباح الخير يا فخي. صباح الخير. ايه الحلاوة دي؟ ذكروا اللي انتاي عاملة ايه؟ ها؟ دايم كتب كام والله بيحفظك؟ والله 31 و400. 31 و400 اتفق معاك يا حاج حبيب، ربنا يبارك لك يا غالي. قناه المواشي اليوم ربنا يبارك للمال واصحاب المال يا جماعه الجنيين، الله يصلح حالهم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. الله يبارك لك ان شاء الله. شاريين بكام يا فخي؟ 32 يا راجل. 32 بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لكم. نتايه ب 32 يا جماعه من الصنف العالي، ربنا يبارك للمال واصحاب المال اللي خارج من السوق ببان 32. حلوه خالص اهي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله على الخير اللي طالع من السوق ببان يا جماعه. سوق هادي وسوق بسم الله ما شاء الله، والمطلعية رخيصة النهاردة تحت إدارة الحاج رضا أبو حلاوة والحاج أشرف ضحى وإدارة برضو الحاج وليد فرحات يا جماعة، ناس محترمين. إيه يا فخي من الحلاوة دي؟ بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. الحوالة الوالدة يا جماعة عيال كل حاجة موجودة هنا. الأسعار عاملة إيه يا فخي؟ الله يبارك لك يا فخي. الأسعار مرتاحة وحلوة. بسم الله ما شاء الله. كل ولد؟ معانا 2 ميجوز ب 28,000. 2 ميجوز ب 28,000. طب والكبش الحلو ده؟ أنهو؟ الكبش ده؟
كبشين على بعض 35 35 ألف الاثنين. بسم الله ما شاء الله. واحدة واحدة واحدة. قاعد فين يا فخي؟ ايه في ابو مصطفى يا عمي. عزبة ابو مصطفى. ادينا الرقم لو حد عايز حي. 010 010 30 18 61 99. الاسم يا فخي. المعلم شوقي صبحي عبد الستار ابو مصطفى. عزبة ابو مصطفى تبع تيل بارود. الله يبارك لك ويستر حالك يا صاحبي. صباحك زي العسل. الله يرزقك ويستر حالك. احلى سوق يا جماعه. سوق ببان. عايز تبيع تبيع فيه، عاوز تشتري تشتري منه. سوق هادي وسوق بسم الله ما شاء الله. شارينا فخم كام؟ ربنا يصلح حالكم. فخم دي والله خدتوه مع الجماعه دول. ذكر محير. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك. انا سوق ببان يا جماعه. سوق اهدى فيه محافظه البحيره. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بالخير يا واد. صباح الخير يا حاج. ايه رايك في سوق ببان؟ سوق 100 100. الله يبارك لكم. طبعا المطلعيه هاديه وناسه هاديه واسعاره هاديه برضه. ماكن حاج حميد العرب. حاج حميد العرب احسن راجل. الله يكرمك عم حميد. كم وكم الوالدين يا فخم دول والله؟ صباحكم ابيض. الله يصلح حالكم اولا. كم وكم؟ اتكلم يا عم حميد شويه. كم وكم؟ 60 و65. 60 و65 مرتين والدين. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. زي ما انتم شايفين يا جماعه اللي خارج من سوق ببان تبع حكومه حماده الحيره. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. فخم الوالده دي 65 يا 65. ربنا يبارك لكم. واخدينها جنيه؟ ربنا يبارك لكم فيها ويصلح حالكم. 65 ألف يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. بكام يا فخم النتايه دي؟ 20 ألف. 20 ألف. ربنا يبارك لكم فيه. بسم الله ما شاء الله. هي غاليه 2000 يا فخم كده. ايه رايك في الكلام؟ اصلها عربيه. ها؟ عربويه. عربويه. بسم الله ما شاء الله. العربويه بتبقى غاليه؟ الله يبارك لك. عربويه يا جماعه ب 20 ألف. الله اكبر. بكام؟ 34 ألف. 34. نتايه ولا دكس؟ نتايه. واخدتها جنيه؟ ربنا يبارك لك فيه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بكام الوالده دي يا رجاله خدتوها والله؟ 50 ألف. 50 ألف. 60 الا 1000 الا 200. والله الراجل حاج بقول الحقيقه يا عم. ما تقولش 50. لا يا عم والله اللي خلقه ربنا. واخدينها جنيه يا عمده؟ لا واخدينها تجاره. تجاره منين حضرتكم؟ تيل بارود من حوت. حوت تيل بارود. ادينا رقمك لو حد عايز يتواصل معاك. ماشي يا باشا. 0100. 0100. 970. 970. 40. 40. 68. 68. ليس؟ ها؟ خطاب. خطاب. المعلم خطاب يا جماعه اهوت الحوت تيل بارود. اللي عايز بقر والد الله يبارك لك ويستر حالك. حاج خطاب ويستر حال الجميع. صباحكم ابيض ان شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الخارج من سوق ببان. والده يا فخي عامله كام؟ ما تعرفش. الله يبارك لك. بكام يا فخم الوالده دي؟ ما اعرفش برضه. كله ما اعرفش كده. امال انا اللي نعرف. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. الوالده وما اعرفوش كمان هتسوى. اللهم صل عليك يا نبي. انا من السنطيس. ايوه البقر اللحم يا جماعه. كام وكام يا فخم من غير ما اجيب وشك كده؟ 56. 56 اول واحد اللي جوه دي. و63. و46 ونص. البقر اللحم في سوق ببان يا جماعه اسعار مرتاحه اهيت مع اللي خارج من سوق ببان تبع حكوم حماده. بس المحترمين مش عايزين وشهم يجي عشان برضه لهم زباينهم بتشتري منهم. الله يصلح حالهم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. المال صلاة النبي عليها. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. ما تنسوش ذكر الله ورسول الله. ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء. اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية